وفي القضية السورية تتوافق رؤى الدولتين في أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي المعاناة الإنسانية للشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية. محور الاعتدال العربي وأهم بنوده الحوار والتقارب والتفاهم والتعاون والتنسيق بين الدول الشقيقة لتظهر أمام العالم بصورة تعكس قدرتها وإمكاناتها للدفاع عن مصالحها وأهدافها في ظل المتغيرات الكثيرة التي يشهدها النظام العالمي. وهذه المحاور تدور في إطارها المواقف الأردنية المصرية. إذن مشاهدينا الكرام، كما نتابع مع حضراتكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه لاستقبال الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الذي يحل ضيفا كريما وأخا شقيقا على جمهورية مصر العربية في لقاءاته الودية والأخوية فيما بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه اللقاءات المتبادلة والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية فيما بين البلدين والدولتين الشقيقتين من أجل الزيارات التي تعطي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والتي تأتي زيارته بل في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.